خلينا نخش على المهم ونتكلم عن ماتش النهارده ان شاء الله. يعني خلينا بس نقول في البدايه كده ان رابطه الانديه اعلنت اليو ديانج لاعب الجوله الاولى من الدوري المصري الممتاز هو هذا الموسم. ده طبعا بناء بيكون يا كريم على اختيار وتصويت للمتابعين. يستحقها بصراحه اليو ديانج، يعني لاعب تقيل جدا جدا طبعا. كلنا فرحانين بيه، بالتوفيق ليه كمان ودايما في تالق دائم، وجميع لاعبتنا باذن الله كمان. النهارده بقى هنتكلم مع حضراتكم اكيد عن المواجهه كمان المرتقبه بين الاهلي بقياده طبعا كولر و أسوان بقيادة كابتن ربيع ياسين. وطبعا كابتن ربيع ياسين كريم برضو تاريخ كبير في التدريب، ما نقدرش أبدا نقول غير كده. وبرغم أن أسوان خلينا نقول بلغة الأرقام هو خسر أول ثلاث نقاط في الجولة الأولى أمام طبعا الاتحاد السكندري، لكن الفريق قوي وعنده صفقات زي ما أنت قلت في بداية الحلقة، عندها 19 صفقة، و19 صفقة فيهم بجد عناصر مميزة جدا زي إيفونا مثلا. أنا بشوف إيفونا ده كويس جدا، حمودي، علي فتحي، محمد حمدي زكي، كل الناس دي كويسين، لكن 19 برضو عنصر جديد البعض بيقول لك ربما تؤخذ على الفريق وربما تكون في مصلحة الفريق. دايما كل حاجة بتبقى سلاح ذو حدين، يعني ممكن تخدم وممكن تضر. 19 برضو انت بتتكلم بجد في فرقة جديدة، يعني فرقة ونص فعلا. فهل التناغم هيبقى كويس؟ هل التكتيك هيبقى مفهوم؟ هل فكر المدرب هيترجم على الأرض بسرعة أو بشكل يعني نقدر نقوله تلقائي أو بشكل مدروس كويس؟ معرفش، كل ده هيبان. لكن أسوان طبعا هيدخل الماتش ده اللي احنا متوقعينه، وعنده دوافع ان هو يعوض الخسارة طبعا السابقة. والأهلي برضو هيدخل الماتش وهو عايز يكمل أكيد مسيرة الفوز اللي محققها من بداية الموسم محليا وقاريا، ويعوض الموسم اللي احنا إن شاء الله لا يكرر مرة تانية. يعني فده عنده دافع، ده عنده دافع طبعا. ده عنده حق مشروع، ده عنده حق مشروع. هنشوف مباراة حلوة أكيد. أنا أتوقع برضو يا كريم رغم كل الكلام اللي احنا قلناه إن أسوان خسرت والصفقات برضو ربما يعني تكون مأخوذة شوية على الفريق، وربما برضو الأرقام بتاعت أسوان مش أفضل شيء، لكن أنا بقول لك برضو هيكون في تنافسية.